نحن نتواجد في المنطقة الحدودية مع لبنان، حيث تسود حال من التأهب العسكري الإسرائيلي لاعتقاد إسرائيل أو خشيتها من إمكان أن يقوم حزب الله في الأيام المقبلة برد انتقاما لمقتل عدد من مقاتليه في الغارات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على سوريا. هذه مستوطنة أفيفيم عمليا، وكانت شهدت أكثر من رد لحزب الله. قبل أشهر كان الرد الأخير، لهذا عمليا لا نرى الجنود والأليات قرب الحدود رغم حال التأهب وزيادة تعداد القوات البرية منعا لاستهداف الأليات بصواريخ الكورنيت من منطقة مارون الراس، كما حدث تماما في هذه المنطقة في المرة الماضية. وهنا في مزارع شبعة المحتلة، الملعب المريح نسبيا لحزب الله وإسرائيل في العادة لتبادل الضربات. عادة ما يفضل حزب الله ردودا في هذه المزارع كي لا تتطور الأمور إلى حرب شاملة، ولهذا التأهب يطال هذه المزارع بدون أدنى شك. ولكن بالنسبة لإسرائيل فإن التأهب لا يقتصر على مواجهة محتملة مع حزب الله فقط، وإنما أيضا في الصورة الأوسع إمكان أن تقوم إيران بإطلاق صواريخ من سوريا ردا على الغارات الأخيرة في سوريا، وكذا أيضا على التفجيرات الغامضة في طهران، ولا سيما استهداف منشآت ناتانز. زياد حلبي، الحدث، مزارع شبعة.